السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ هذا الفيديو بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. امسك يا سمر صوري ماشي. بتمنى من كل شخص بشوفنا هالجيت ينزل تحت ويحط لايك لهذا الفيديو، والناس اللي أول مرة بتشوفنا اشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس، في جرس تمام اضغطوا عليه بيجيكم عدة خيارات، في خيار منهم اسمه الكل، اضغطوا على الكل عشان تصلكم كل اشعارات فيديوهاتنا اللي منزلها، وتنسوش تتركوا لنا تعليقات مثلكم حلوة، وتنسوش تروحوا تشتركوا في قناة سمر هوم. هيا امسك يا سمر صوري موجودة في صندوق الوصف، وبرضو تنسوش تتابعونا على حساباتنا انستغرام تيك توك فيسبوك، هيهم برضو موجودين في صندوق الوصف. ماشي، حبلش احكي لكم عن فيديو اليوم. فكرة فيديو اليوم، في قبل هيك نزلت انا اسوأ طرد غذائي، فكان مرح ونشأة بتوقعوا انه يكون في هذا الطرد بسكوت ومتحمسين للبسكوت، فلما فتحنا الطرد للأسف ما لقينا فيه بسكوت، فمرح ونشأة زعلوا كتير كتير، فمشكورين في السوبر ثانكس الداعمين لان على السوبر ثانكس بعتوا لمرح ونشأة هدايا وحلفوني امانة اني اشتري لمرح ونشأة ولا سمر كمان بسكوت بهذه الهدايا. فقلت انا فكره خليني اصور لكم هذا الفيديو، نشارك فيه السوبر ثانكس، نشارك فيه المشاهدين، ونشوف اجواءنا رده فعل ومرح ونشأة لما بجيب البسكوت هذا. انا مش راح اجيبه بسكوت، مش راح اجيبه على هيئه بسكوت، لا انا راح اجيبه على هيئه انه طرد غذائي، وبدنا نصور كالعاده زي مثل كل مره انه طرد غذائي، وتعالوا نفتح. فلما نفتح مرح ونشأة يفتح الكرتونه حيتفاجئوا انه جوا الكرتونه كلها بسكوت. متشوقه اشوف، انا متشوق متحمس اشوف رده فعل مرح ونشأة. انا خايف يجوا، على فكره اديتهم فلوس مصروفهم قلت لهم يلا يروح يشتري، مرح قعدت على الكرسي قالت بديش اشتري هالقد، قلت لها لا بدك تروح تشتري هالقد بمصروف، فبالعافيه طلعتهم الخيمه عشان اعرف اصوركم هذا الفيديو. فانا بصراحه مش عارف رده فعلهم كيف راح تكون، متحمس لرده الفعل كثير كثير كثير. وانت كيف؟ وانا اكثر والله. ماشي، خلينا هالجيت بدي اطلع على السوق نروح نشتري كرتونة البسكوت هذه، ونشوف نيجي هان ونصور لكم نشوف ردة فعل مرح ونشأة كيف. وبتمنى يا ريتني خليتها ردة فعل لك كمان، صورت الفيديو في الشارع وشوف ردة فعلك انت. يا ساره راحت علي اكثر من الاولاد. معلش معلش، وبتشكر الداعمين على السوبر ثانكس، كل الداعمين على السوبر ثانكس شكرا لكم، وبخص بالذكر الناس اللي بعتوا لمرح ونشأة الفلوس عشان اشتري لهم البسكوت هذا، شكرا لكل شخص بعت الهدايا. خليني اعد كمان شويه في نهايه الفيديو بذكر الاسماء والتعليقات هذه اللي بعثت لنشأة ومرح الفلوس عشان اشتريهم البسكوت هذا. تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه عشان نشوف كيف ردت فعل ومرح ونشأة. خلاص بدي اوقف، بلاش هالجيت يجوا ويسمعوني وتنحرق المفاجاه. يلا قفل. انا هالجيت طبعا موجود في السوق وقاعد بلف على بسكوت، لقيت انواع بسكوت، بس نوع البسكوت اللي بدي اياه نوع مخصص. ليش؟ لانه الكرتونه الموجود فيها هذا البسكوت كرتونه على شكل زي ما حكيت لكم على شكل او هيئه طرد غذائي، فبحاول اني ادور على هذه الكرتونه، ما بدي اي نوع بسكوت ثاني، بدي هذه اللي على شكل طرد غذائي. بس يا عمو لا، فمحتار، انا خايف ما الاقيش هذه الكرتونه. خلينا هلقيت ندور ونشوف ايش بيصير معنا. يا رب يا رب تمشي امورنا يا رب. ماشي، طبعا بعد معاناه وبعد ما لفيت السوق كله اللي ساعه بلف على رجلي، انا هلقيت واخيرا قدرت الاقي عند راجل هاي البسكوت اللي بدور عليه. هذا هو، هنا هذه هي كرتونه البسكوت البنيه هذه. قديش يا استاذ للكرتونه؟ 225. اوبا غاليه، على ايش؟ قديش سبنا اياها من الاخر؟ من الاخر من الاخر من الاخر؟ طيب ماشي خلاص، حنضطر ناخذها رغم انها غاليه، حنضطر ناخذها مش مشكله عشان نفرح الاولاد ونشوف كيف ردة فعلهم. ماشي، حسكر هالجيت عشان اقدر ادي الراجل الفلوس. ماشي، هاي اشتريت الكرتونه، اخذتها. طبعا الكرتونه زي ما قلت لكم لقيتها بعناء شديد، تعبت لما لقيتها، لقيت من روع الخيمه. ونشوف ردة فعل مرح ونشأة، انا متحمس كثير لردة فعلهم. يا رب يا رب تزبط معنا يا رب. ماشي، طبعا انا هلقيت وصلت الخيمه. هاي سمر، ايش مرح ونشأة هنا؟ وينهم؟ مرح نشأة، مرح كنو مشان، مرح مرح، والله ما هم هان سمار، مشان الاولاد مشان. طيب ماشي، حنوقف تصوير. هلقيتها ولا شوفهم ولا حاجه، يجي براحتهم. هلقيتها، خلينا قاعدين نستناهم. ماشي، احنا وانتم. ماشي، طبعا عمال اجت مرح واحنا قاعدين، بس حاولت اخبي عنها، قلت لها روحي نادي نشأة بسرعه بسرعه، طارت هي تنادي نشأة. نشأة مرح،
تعالوا تعالوا بسرعة، جبنا كابونا جبنا كابونا 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 كابونا. يلا جاهزين نشوف. أنا مش عارف مش عارف. استنى استنى استنى، لا ناس اعطوني اياها برا. يلا جاهزين نشوف ايش فيها. جاهز استنوا. ايه بسكوت؟ لا يا بابا فيش بسكوت. لا هذه إيه، هذه زي فيها قالوا لي فيها حلاوه وفيها مربى وحلاوة ودبس، يعني شغلات لرمضان. كان هي ما راح تعرف الكرتونه البنيه، انه ممكن كل كرتونه بنيه تتامل انه ممكن يكون فيها بسكوت. يا ماما يمكن تكون زي هذيك كلها معلبات وحلاوه. خلص صار بفتح بيدي. يلا ايش اكثر ايش نفسكم يكون فيها من الاكل والشغلات هذه؟ لا سيبينا من البسكوت، من الاكل. همبرجر بدهم همبرجر. يلا جاهزين؟ خلاص انا بفتح انا بفتح انا انا استني انا بفتح انا بفتح. هذا هذا كامل. استنوا استنوا يلا استنوا استنوا استنوا. خلينا نغمض عيونهم عشان نعم يشوفوا ايش في. يلا غمضوا، ديروا وجهكم على ماما وغمضوا عيونكم. انا نفسي اشوف كمان اغمض. طب انت عارف ايش فيها يا ساهر؟ انا لا مش عارف ايش فيها. هل قد قالوا لي فيها زي شغلات زي هيك؟ يلا جاهز، دير على ماما وجهك. يلا يا ما راح دير وجهك على ماما. يلا تعال لهان مراح، تعال لهان وقعدي تعال لهان. ايوه نشأت في... شوف هذا بتطلع. تعال تعال شوف كيف بتطلع قاعد. شوف عينه شوف عينه كيف مبينه. اه ما راح انتبهي انتبهي. نشأت في ناس مش حاطه لايك. انا لايك كده 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 كده. يلا يلا عشان نشوف 3 2 شوف شوف ولا حط حط مرة 3 2 2 ونص وتعالى بص 2 ونص وتعالى بص. يلا 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 متحمسين يا رب. واحد واحد اثنين ثلاثة ولا ديروا هذا عارف انه مش فاتح بتطلع من تحت صابر. طيب يا نشأة روح عن النشأة. نشأة دير وجهك هناك. خلص يا ماما يلا دير وجهك هناك. يلا يا نشأة مرح جاء ولا يلا يا فضل ولا يلا ولا ولا نشأة شايف نشأة ونص ونص تو ونص تو ونص ودو ونص تعال بص ولا ولا يا ابو عين. يلا لا عن جد عن جد عن جد المرة هذه انا متحمس لردة فعلهم. وانا والله مش اعرف ايش فيه. يا رب يا رب ما يزعلوا ويفرحوا يا رب. يا رب تكون حلوه. يلا 3 2 و2 ونص وتعالى بص. خلاص خلاص يلا انا جاهز عن جد عن جد المره هذه عشان المتابعين. 3 2 1 استنى 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 استنى. كيف؟ كيف؟ هلقيتها؟ شايفين الطبقة الأولى بسكوت؟ شايفين الطبقة الأولى ايش بسكوت؟ يلا نشوف ايش في الطبقة الثانية. بسكوت بسكوت طبقتين بسكوت طبقتين بسكوت واو طبقتين طبقتين كمان طبقة بسكوت. يا الله كمان طبقة شوي جاي يتكسر شوي. حطوا هين حطوا هين قدام المتابعين حطوا هين كمان طبقة كمان عن جد بسكوت كمان طبقة بسكوت كمان. استنى لا استنى استنى بدنا نشيل الطبقة هذه كلها. يلا شيل شيل معي نشأة شيل شيل. يلا سلام هالبسكوت. نشأت مش عارف من الفرحة ايش يعمل. نشأت مش عارف. يلا شوف الطبقة يلا هلقيت يمكن فيها مربى وحلاوة. يلا بسكوت الثانية يي خلص مش عاجبك كل هالبسكوت. نشأت قربي هنا قربي هنا قربي طبعا هيك مصفف مصفف طبقات البسكوت. نشأت كان بكيت هنا لما رفعوا اللي هو لقى الكرتونه فاضيه من هنا اللي هو بقول علمه في كمان طبقه. مش عاجبك خلص هات مرجعها. لا لا ارجعها ارجعها طب بدي ارجع يلا لا يا بابا انا طلعت النار. لا بدي ارجعها. نشأت مش عاجبك نشأت؟ بدنا نرجع البسكوت خلص. نشأت ما بدنا نشرب ماشي؟ وما تجيش ما راح ما راح انا بس تعالي تعالي هان تعالي 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 هان
احنا مش عارفين نلف هناك عشان في جماهير قاعده تطلع علينا. مش يا ساهر كسروا الاولاد. نعم كسروا الاولاد. ما راح كبشت كبشه بدها تشرب فيها قال. ماشي يا بابا. يلا يا حبيبي رجعه. اه طب ليش سو صرخت والبسكوت وكيفت عليه والمره اللي فاتت نفسك بسكوت وهلقيت بدك اياه؟ ايه على عينك. لا نشت بده اياه بده بمزح صح بتمزح من عن جد. طب ماشي ما تاكلش منه هذا الي ولا مرح ولا ماما ولا تيتا ولا ملك. ماشي ماشي يلا روح روح. ماشي خلينا نحكي لمرح ونشأت من وين هذا البسكوت. من وين بتتوقعوا هذا البسكوت؟ مين جاب لنا اياه؟ استنوا في شغله هان مكتوبه بدناش نبينها. اللي قرا الشغله المكتوبه هان قراها واللي ما قراهاش راحت عليه. سيبي خلص. من وين تتوقع هذا البسكوت؟ من وين؟ يلا احكي احكي لك شغله. لا من تركيا؟ لا من مصر؟ لا مصر؟ لا الجزائر؟ لا 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 هو هذا البسكوت اجاكم من الداعمين لنا على السوبر ثانكس. بعثوا لكم فلوس وحلفوني امانه اشتري الك لنشأت. قالوا لي هذه امانه تشتري لمرح ولنشأت ولسمر. يعني مش تريها بسكوت وياكلوا تريها؟ اه اشتريت بس مش انا مش مني انا يا بابا. هم بعثوا لنا فلوس من الداعمين على السوبر ثانكس. بعثوا لكم فلوس وقالوا هذول لمرح ونشأت مش نشتري لكم فيها بسكوت. ايش تحكوا لهم يا ماما؟ مش السوبر ثانكس. جمع كلامك واربح لنا كلامك. وانت يا نشأت؟ حط لايك بكيركو شرط. هاي اللي بيعرفوا نشأت. لا ايش تحكي لهم للي بعتوا لك يجيبوا لك البسكوت؟ شكرا على البسكوت بس داين لي عصير ونوتيلا وتوكس. مش موجوده يا ماما. هذا جاي يحقق احلامه. هذا جاي يحقق احلامه. افتحي لهم البسكوت وشوفوا منظره كيف. نفتح لكم البسكوت. هذه نوعيه بيحكوا زيك. هاي البسكوت طبعا محشي بالعجوة. محشي بسكوت محشي بالعجوة زي ما شفتم فيها قطعتين. وهذه الكرتونة بتهيأ لي فيها 100 باكيت من هذا. 100 باكيت في اثنين يعني 200 قطعة بسكويت. تمام بس خليني اقرا للناس اللي بعتت. هم اربع اشخاص بعتوا. خليني اقرا شو بعتوا. اتمنى من ابو نشأة يفرح العيال. طبعا هذا مدام العيال اكيد من مصر ولا ايش مش عارف. كلمة العيال من مصر. في دولة معقول غير مصر؟ مش عارف. المهم أتمنى من أبو نشأة. في السعودية معقول؟ مش عارف. المهم من جميع دول العرب شكرا لكم مين مكان. أتمنى من أبو نشأة يفرح العيال وسمر ويجيب لهم بسكويت. وممكن تدعوا لأمي آمنة مالك رحمها الله. تسلموا كتير والله فرحتوني بدعواتكم لأمي بالرحمة والمغفرة. يا رب ربي يحشرنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك جميعا يا رب. اللهم امين. الله يرحمها آمنة مالك. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها في فسيح جناته ويجمعكم معها في الفردوس الاعلى يا رب. اللهم امين. مع الانبياء والصديقين يا رب. اللهم امين. في هنا كمان تعليق. الله يحفظكم ويكتب لكم الخير. ممكن حضرتك تجيب لفرح ونشأة البسكويت؟ حاضر هنا جبناه. طبعا كل هدول التعليق اللي تو واللي هلقيته بعثيني فلوس لمرح ونشأة. شكرا كثير مرح. نشأة بكتبوا مع شكرا. مش فاضيه بتاكل مرح. ليش اكلت بسكوت؟ لا هو نشأة بس بحب يتمجلز شويه هيك. وفي هنا كمان برضه تبرع بيحكي دي طبعا مصري. دي لأحلى نشأة ومرح عشان يشتريوا بسكوت هدية من خالته إيمان أم مهند. ربي يحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب العالمين. يلا شكرا كثير. شكرا كثير يا خالته إيمان أم مهند. شكرا كثير كثير يا أختي أم مهند. ربنا يجزيك الخير ويعوضك يا رب. رو هاي رو أعطيها بسكوت يا والشباب. يلا خذ. الله يجبر يا عم. يلا رو ماشي. في هنا هذا اخر تعليق اخر مساعده نقديه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت كمان بكيت. خلي تروح كمان بكيت. كمان بكيت ثلاثه خلاص بكفي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت فينا نيجي نجيب مش طرد واحد قروض بسكوت ومرح ونشأة. وامسكي يا سمر صوري ما عاش مين يكسر بخاطركم. ربنا يفرجها عليكم ويريحكم.
روري يا جماعة فرحانة على البسكوت أكثر من مرح ونشأت. هيك الأولاد الصغار بحبوا. هي بتاخد وتوزع برا قاعدة. ما عاش مين يكسر بخاطركم، ربنا يفرجها عليكم ويريحكم وينولكم كل اللي في بالكم. امين يا رب. امين. انت اللهم تطلع امين. برا بتعطي اللي برا وبتسجل كمان، بس انا مش عارفه اصورها. شكرا شكرا لكم الاشخاص اللي بعتت وقالت لمرح ونشأت، شكرا من القلب لكم. وشكرا بهمش وشكرا لكل الداعمين على السوبر ثانكس، شكرا للناس اللي بتدعمنا سواء انها بتشاهد الفيديو حتى النهايه، الناس اصحاب الاعلانات اللي بيقولوا ما تتخطوا الاعلانات واحضروا الاعلانات، اصحاب اللايكات، اصحاب التعليقات الحلوه، شكرا كلكم لكم، كلكم ذوق بجد، ربنا يفرحكم. استنى الله يفرح الناس. اقعد شويه اقعد. خلاص خلاص حلقيتها. في شغلة مهمة بدي احكيها، ايش رأيكم يا بابا اديكم مثلا كل واحد 5 أو 10 باكيتات بسكوت، والباقي اديكم الكرتونة تروحوا توزعوها على الأولاد اللي زيكم برا، تمام يا نشأة؟ لأنه هذا يمكن يضل واحنا لسه from إني على الطريق كده. الله ايش رأيك يا سمر في المبادرة هذه؟ حلو نفرح طبعا أطفال. طبعا رورو ما خلتش حاجة للمبادرة، رورو خلت كل البسكوت ما خلتش حنا حاجة. طيب ماشي هاي كم باكيت بسكوت برا شوف لي. خلص يا ساهر 14 باكيت وخليها تصور ولا إيه؟ بدك تصور لا بدناش نصور لا مش حلو الاهالي بتزعل يعني في اهالي ما بحبوا اولادهم يطلعوا بدنا نقعد نصور الاولاد عشان باكيت بسكوت، واصلا لو كان مليون باكيت خلص خد سيبوها، لو مش باكيت بسكوت واحد باكيت. لو مليون باكيت بسكوت ما بينفع نصورهم، شيء لا يليق فينا، احنا ما بنقدر فيك اشي. ماشي هلقيتها خلص خذوا خذوا هذولا، بدكم تروحوا توزعوهم انتوا، انا بديش اروح معكم ماشي، بس ما تعملوش مشاكل ماشي. خلص هاي هذولا النا وبتروحوا توزعوا الباقي تمام. يلا شدوا الرحال يلا مش قادرين يحملوها. اطلع معهم عشان انت مش مبين. طب ماشي خلاص انا حطلع معهم، خلينا نشوف الفيديو.